ملكا وشعبا بحرية الوطن ووحدته الترابية وتمسكه بمقوماته وهويته. وسيرا على نهج والده المنع خاض جلالة الملك المغفور الحسن الثاني معركة استكمال الوحدة الترابية من خلال استرجاع الأقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء برامج التنموية العملاقة والإصلاحات الكبرى والتي تهم مختلف المجالات. أولى لمجالات أخرى في هذه اللجنة وفي غيرها كان لجيلي ومن عاصره أنه في إطار الأنشطة الثقافية اللي كتقوم بها مقاطعة طنجة المدينة تحت الإشراف الفعلي ديال رئيس المقاطعة سي محمد الشرقاوي، ومناسبة عيد الاستقلال المجيد الذكرى 67 له والذكرى 47 لمسيرة الخضراء، مقاطعة طنجة المدينة نظمت اليوم ندوة علمية حول دور طنجة التاريخي في استقلال المغرب و تحقيق وحدته الترابية من تأطير الأستاذ أو الدكتور محمد قنون رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة طنجة، وتأطير الدكتور محمد عزيز الطويل دكتور باحث في تاريخ طنجة والمغرب، ومتسير الإعلامية زهور الغزاوي. فكما نعلم بأن عيد الاستقلال المجيد ليس يعني كباقي الأيام أو كباقي الأعياد، وإنما هو من أهم المنعطفات التاريخية التي عرفتها المملكة المغربية. أيضا هو تعبير سامي عن التلاحم الكبير الذي يعبر عنه الشعب المغربي مع الأسرة العلوية الشريفة الحاكمة في إطار الدفاع عن الوطن والوحدة الترابية والوصول إلى الحرية والاستقلال والعتق من ربطة الاستعمار، وبالتالي تحقيق الوحدة الترابية. واليوم نحن في ألف مطلع 2023 نعيش سلسلة من الإصلاحات والأوراش التنموية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي سار على نهج والده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني وجده المغفور له جلالة الملك محمد الخامس. فهنيئا للمملكة المغربية بهذا الانتصار العظيم، وهنيئا لها بالأسرة العلوية الشريفة الحاكمة. وبهذا المناسبة لا يفوتني أن أشكر الذي كان الموظفة أو الإطار في مقاطعة طنجة المدينة التي يعني ساهمت في إعداد هذه الندوة، المصلحة الثقافية والرياضية أمال السوسي. فقط أريد أن أذكر بأنه إن شاء الله وفي إطار الإعلان الذي نشر على صفحة مقاطعة طنجة المدينة أنه سيكون هناك يوم الأحد بشراكة مع منظمة الكشفية الحسنية استعراض كشفي حسني إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.